امك. هاي كيكرز، معكم رجل الاعمال الشيخ مناحي للتجاره والتصدير والمقاولات، ابو مطلق من امام هاي بر مناحي لكل انواع البقاله. يوجد عندنا معلبات وخضار وفواكه وفوط بكل المقاسات وبارخص الاسعار. شاركونا تحطيم الاسعار، لا تنسوا تعملوا لي سبرايز عشان اخدمكم في منتجاتكم. تحياتي. اخس، وش تسوي يا مناحي؟ اسوي اعلان للتجاره حقتي من خلال الشبكه العنكبوتيه. خف علينا يا التميمي الحين واللبندة. قرارات مالك تنتين قوطي تونة وثلاث فول ومنتهية بعد. عاد علي الحرام ما مشيت من هنا، ها لردعبك في علبة تونة وحطك طعام للكلاب. أقول لا تعصب يا ابنائي، أبي مرندة بس. عطى مرندة، عطى ولا تأخذ منه شيء. يلا أبي. يلا أخلص. أيوة. صباح الخير. صباح الخير يبا. انت بعدك للحين بالسوق؟ ظنيت انها تكلمني. ايه اقول لك، خشي على قروب العائلة. اكره العائلة في القروب، ما عندهم غير الحش والنش في الناس. ها يا الله، انا كمان حاخد. هذا ايه يا حبيبي؟ ما شاء الله، صعدك تويتر وانت مسال يا صديقي. والله صدقي. ايه صدقي، برافو عليك. ايه ايوه، ابوي كان لاعب كرة قدم في المنتخب. يبا واللي خليك ابتسم، خلنا ناخذ لك صورة. اوكي. لا حبيبتي، بس عمره ما سجل هدف. أكيد في حاجة غلط، يا أنا يا هم. ما شاء الله بابا مناهي، هذا ما شاء الله، أنت على طول سويته إنترنت، هذا سويته تويتر، سويته فيسبوك، هذا سمسم إنستغرام، أنت سمسم مدمن هذا. كلين إت إن ماي فيس ذيس تايم، يعني انقلع ها وانت بلا الحلويات والعن الحارة لا يسرقونها، لأن في راس السنة جرد، ويا ويلك لو ينقص ريع الواحد. هذا كله بزور هرامي، هذا أنا لازم سويته أسرع. أنت يلا بلبوني أبا مناهي. السلام عليكم. يقول السلام ورحمة الله. هلا بمطلق. هلا يا رجال، أنا في البيت ما حد يتكلم معي، كل ماسك جواله ويكلم روحه زي المجانين. الحق معك فعلا. تصور يا أبو بطلق، من أصحح من الصبح من صباح الله خير، ما حد يقول لي صباح الخير بالمرة. الحق معك يا رجال. الله، وين أيام زمان، أيام المحبة، أيام الألفة، أيام ماجد عبد الله. الحق معك فعلا. والله أنت اللي ما أنت معي، خليك في جوالك وخليك في سخافتك. حق معك فعلا، والله فعلا. ان شاء الله عليك يا ابو مطلق، الفلورز عندك وصل 250، ما يجي الظهر الا يصافط لي 500 شخص يتابعني. كفو يا ليبان. يا صديق ايوه، جيب واحد حمضيات. يلا بلبوني على طول، انا جبته هذا. بسم الله. سأصدي اليك بنصيحه، لو اتبعتها ستحصل على 100,000 متابع على التويتر. ها على ضوء. ومن غير ما تشتري حتى رؤوس المتابعين. أمانة، شو تسوي يا جرير؟ أنا يا طويل العمر أتابع هوايتي من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال الشبكة العنبكوتية. عنبكوتية؟ الحالة، انت حدك حمام زاجل وزياده عليك بعد. ويها
اي ويحي اي ويحي. شرها مو عليك، شرها علي، انا اللي جاي اسالك وتطمن عليك وشوف ايش تسوي انت. انت عامل نفسك فيلسوف زمانك، روح زين بس روح روح. اغرب اغرب عن وجهي. انت اللي اغرب عن وجهي. الله يا حق حقي يا حق والدك يا عاصي جدتك. انا عاصي. روح روح تابع تابع عنكبوتياتك انت روح. فاصل ونواصل ونرجع لكم على شبكة العنبقوتية على ضوء. خميس تصدق تعرفت على واحدة في الواتساب مذة 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 كاش كاش. تدري ايش تقول نادي؟ تقول نادي اني انها ما شافت جمال مثل في جمالي انا الا في هولندا. اي قالت ما في جمال الا في هولندا. اي اي تدري ايش قالت بعد؟ ايش قالت؟ تقول مادي انا بتزوجك وفرحنا وانت لهولندا. حلو حلو، اساس البقر المصري هناك يصير يعني جاي بقره سعوديه يعني ما شاء الله. قصدي بمناسبه هولندا، وش رايك تروح؟ اجيب الشاي لك. الشاي شاي اي منعنش بعد. منعنش ان شاء الله. منعنش اجل هولندا. هولندا اي. اجل بتروح هولندا يا ثوب؟ ها انت حدك منفوحه وتخب عليك انت وضرسك. اتصلت اتصل. خ خ خ خميس خميس. الو السلام عليكم. مساء الخير، ما عرفتني؟ انا اللي معك على الواتساب. هلا هلا والله سهله. هلا صوتس أحلى من كتابتس في الواتساب. أقول لك حاجة بس ما تزعل مني الله يخليك. معقولة معقولة أنا أزعل من سكولي؟ قولي يا بعد عمري. بصراحة أنت أسطورة تنحكى، وخاصة درسك. يا الله يا الله، مرة مرة يجنن. ما يغلى عليس ما يغلى عليس. إذا أنت تبينا مستعد أقلع وحطه في كرتون ورسالس، رغم ترى انها سر جمالي هو ذا الضرس. يا غبي يا قلبي يا قلبي، ممكن اطلب طلب؟ ممكن تشحلي ب500 ريال؟ ما طلبتي شيء، اشحلس ليش لا يا بعد قلبي. يلا مع السلامه مع السلامه. ابوي جاء ابوي جاء. بوسته ما لقى يجي لها الحين. خلاص خلاص زيت. يلا مع السلامه. هين يا ثور، إذا ما خليك تشحلي ب500 يومية ما أكون خميس. لا وخشته يبي شاي منعنش شاي بدعدش. هين أجل بتروح هولندا وتخلينا. والله أنا ترى الاتصال قبل شوي قاعد تبكي، بكيت يعني بجد، يعني شيء يقهر إني خوي بيروح هولندا ويخليني. خلاص ما عاد باقي الا التأشيرة بس، نحتريها تخلص وبنروح. الله يوفقك. وي وي انا ادق قبل شوي. خميس خميس. ما تسمعني؟ دقت علي قبل شوي. ذمتك؟ والله دق كلمتني البنت. اي تقول مهدي. ايش قالت؟ تقول مهدي ها يلا اكشخ ضبط نفسك وبمرك بالماي ماي ما ما ماي بخ حقها، بنروح المملكة نتعشى في ذاك. قالت كذا هي؟ اي والله قسما بالله انك نصاب، انا ما قلت الكلام هذا ابد. شوف اقول ما يعني اذا يعني لو هذا يا سبحان الله، ترى هذه البنات النعمه سبحان الله اذا قالوا كلام يوعدون، يعني ما زي البنات اللي يكلمك ويقول رنه وذا. سبحان الله العظيم. ارزاق ارزاق. وش اسوي يا خميس؟ تحبني تموت فيني تموت في جمالي. تدري عاد قبل شوي إيه؟ يوم كلمتها إيه؟ قالت طال عمرك ابشحلك ب500 ريال. شوف العب. البنت قالت ب500 تقول خذ هذه 500 ريال شحن. ما بعد جربت الحب انت. عموما لا تحرمونا من دعاكم اذا رحتوا هولندا، يعني دعنا دعوات المسافر دعوته مستجابه. اقول خميس وين شاهيك اللي بتجيبها المنعنش؟ انقلع برا. قم انقلع قم انقلع قم قم قم. ايش فيك؟ انقلع انقلع قم قم.
ضم خميس ضبر ضبر برد عن ايش ذا تستهبل انت هنا انت ضم قم قم اشتغل قم اخلص قاعد تستهبل انين هذا هنا غلط يا اخي هذا على الجدار مو على الشارع يا امي كيفكم وكيف الاهل تمام والله مية مية بقيت مهندس قد الدنيا شوفوني ها بعني في وسط الشارع بعد حتى انصر عندكم واتساب بعد قم اشتغل اخلص لا ارجع لكم خلص الامر لا قم قم اشتغل قم 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 وش اللي مسويه انت هنا قم اشتغل زي الناس اخبر علي مش فاضي لك انا الحين انا شغال على الواتساب ببعثوا لي هدوا وبعثوا لي على الواتساب يا الله لطفك يا الله ألف قتيل وستة آلاف مصاب وتحطيم 2000 سيارة واثنين ونيتات نوتات سن وش ذا البلاء يا الله لطفك يا الله يا الله لطفك يا الله لطفك أستغفر الله يا والله استغفر الله خليك كلم أبو ناصر هلا أبو ناصر شفت الكيكة اللي مرسلينها هي يا رجال يا رجال أقول لك 1500 قتيل وستة آلاف سيارة بلاوي بلاوي يا ولد الله يستر الله يسترنا اي والله يلا يلا في امان الله بعد ما عدا نفس باي شيء الله يستر عطني عطني حمضيات حمضيات بسرعه يلا بيه مره كنا احنا نلعب على كاس ولي العهد وجتني ضربه جزاء والعاده كانوا يضربون ضربات الجزاء ماجد عبد الله والداوم فأنا صممت إني أنا أضرب ضربة الجزاء فأخذت الكرة من صالح النعيمة وحطيت الكرة في نقطة الجزاء وشدت الكرة وجت الكرة أوت أذكر المعلق الرياضي علي داود كادت تجيله جلطة من هذه الضربة بعدها الناس هاجت وأنا كنت شوية خجلان إيش فيكم ما تسمعوني يعني أنا بتخلوني طول السهرة أنا لا أتكلم؟ إيش تبينا يعني نسرق التويتر والفيسبوك والإنستغرام متابعين ونقعد نسمع سوالفك اللي ما لها معنى؟ كذا يا بخميس طول عمركم كنتوا تسمعوني قبل لا يجيكم هذا المرض اللي بين إيديكم أقول أبو خميس بدل الهياط اللي علينا كل ليلة أنت وماجد عبد الله وصالح النعيم وعلي داود ولا عمرك جبت ولا هدف وش رأيك أعلمك على تويتر ها وتفكنا من شرك ونرتاح يبا نرتاح ما عمرك جبت سالفة فيها هدف واحد 50 سنة في المنتخب ولا في هدف كلها فاول يعني ممكن أتعلم؟ حبار أطفال الأطفال الصغار الحين كل واحد عنده حساب في تويتر في الفيسبوك في الانستغرام كل شيء بقى طب شاب عطني يبا عطني عطني جوالك عطني جوالك يبا طنبوب حبيبي لا تتعب روحك هذا صنف جاهل لا يمكن يتعلم فاشل لو في خير كان ياب لنا قول خليك منها علمني والله لأرسل لصورتي وأخليه يشوفني ويمكن تزوجني وأفتك من ذي العائلة حيبة محمل كل البرامج أنت حطيت اسمي رقم سري عش حياتك تويتر فيسبوك انستغرام بس رتوت رتوت الخلق عشان الخلق تجيك ها رتوت والله الله 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 بعدين أقول لك دمك دمك يلا 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 هيبة عش حياتك طبيعي عش حياتك طبيعي سبحان الله خير ما لا هيبة حلو الغرام حلو الغرام على الانستغرام ارسل لها تغريده وعيش حياه سعيده ويرب قلوبكم كلكم يا المتابعين هذا الشعر ولا بلاش دحين يجون المتابعين والحركات يا الله كم الساعة الحين؟ الحين 7:30 يبا 7:30 وانت بالعادة يبا ما يجي الساعة 10 في الليل ولا انت سابع حلم شو السالفة؟ تعال 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 ايش في يبا ايش في خير ان شاء الله؟ تعال شوف شوف ذا الكيك شو رايك؟ شوف 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 ذي اللي بترقص
سعوديه ولا اجنبيه؟ هلا والله، هلا والله بالمراهقه بعد 60. انت ابو كنت لاعب في المنطقه ولا واحد راقص ديسكو؟ ها يما امسح لا امسح 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 اي اخي كلمة اخوي انا اذا كبر ابوك خاوة معروف الكل سعودية ولا اجنبية؟ سعودية سعودية وشفيبة حاطة البن وحاطة الايميل وانتظرك يا حبيبي في اتصالك يا عمري مراهقة وجمس الهيا راكب فيه راكب فيه ان شاء الله الموضوع بنت يبا مبروك 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 البن بعدين بشيل لك بلاك بيري عشان يعني بدال ما تقعد على الايميل ومال الايميل يعني تخلص بدري اتمنى لك التوفيق تعبني شيء لا لا سلام لان المدير طالبني شايب الحبق بسرعه لازم صباحي اي حبق اي شكرا لك بخير اليوم سوف نتحدث عن غزوه احد بس قبل ما نبدا في الدرس لازم تعلموني مين اللي عنده واتساب جميل من يريد ان يتواصل معي عبر الواتساب شيء جميل ومبشر وهذا إن دل يدل على شيء واحد هو التطور والرقي في التعليم طيب حسجل أرقامكم واحدا تلو الآخر واللي عنده فيديوهات يرسلها لي وإذا أعجبني شيء منها سوف يحصل على الدراجات الكاملة بإذن الله وطبعا ما في مشكلة تعطي أبوك أو أمك رقمي يتواصلون عن طريق الواتساب وكل هذا في سبيل تطور التعليم والرقي فيه خلاص؟ هذا الأستاذ من يوم عرفناه هو 24 ساعة على الواتساب قف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله انفجار على طريق الملك فهد وعشرات الضحايا والجرحى ومقتل 4 من الإرهابيين في حادث الصدام بس اللي قاعد يصير في البلد يلا احفظ بلدنا يلا احفظ بلدنا يلا خلنا ندق على ابو ناصر 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 شفت الخبر اللي موجود في تويتر انفجار بعد اسواق مكه يقول لك فصل الشفاء على العليا والاف الضحايا اموات مواطنين يا رجال خش تويتر شوف الوضع اللي فيه يقول لك يمكن 2000 اللي ماتوا يلا سترك يلا 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 مع السلامه والله يا الواحد انه خلاص عاف الدنيا هذه عطني يا جون الحمضيات يلا بيه ابو خميس وش فيك يا نظر عيني انا اشوفك الايام طول النهار انت منزوي في الغرفه اقول يعني يمكن فيك شيء محتاج شيء واسم الله عليك لا يكون تشعر انك يعني مسخن مريض لا 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 ما فيني شيء ما فيني شيء الحمد لله طمنتني عليك اقول بروح تشرب شاي قهوه روحي ما تشوفيني انا مشغول روحي مشغول انا لحظه لا تنسى روحك انا مرتك بعد انا بخميس اذا انت ابو خميس ماني انا اشتغل عندك ايه بعدين هذه الزاويه مالتي انا انام هناك في الليل ايش فيك يعني مو غريبه عليك ليش تطردني روحي وقفلي الباب وراكي روحي ايش شرها مو عليك ايش شرها على خميس اللي علمك على الانترنت يا المغرد سوي لي فولو انا سويت لك فولو بديش عليك في الخاص روحي اقفلي الباب طال عمرك ممكن اطلب طلب اذا ما يزعلك يعني خميس انت بشايفني مشغول وراني فاضي طنبق ما مشغول يعني انا ودي اطلب طلب بس يعني اخاف اني يعني يضايقك يعني اقول اخلص قل وش عندك اخلص علي عارفين انتم مسؤولين يعني واوقاتكم ما هي بكم وشغلكم ما بكم ورجال دور يعني مهتمين في مواضيع المواطنين بس يعني اذا كان ممكن طال عمرك اضيفك على الواتساب هذا شرف مره كبير لي اخو انت مهبول انت خلاص صاحي انت خلاص ما ردع بالعكس يا ابن الحلال اقول لك بالعكس الشيء هذا يشرفني وفي نفس الوقت انا عندي جروب وابغى الجروب هذا يكبر
أبرك ساعة طالما بس يا ريت ما أنت جاي على الدوام يعني ترسل رسالة إن جاي على الدوام، ما أنت جاي ترسل رسالة ما أنت بجاي، يعني إحنا واتسابيين يعني خلاص يعني سوا يعني ما في حاجز. أقول أنا اللي بطلع وأنت نظف المكتب ها؟ توفيق إن شاء الله. صدق بك عندي نظائف قضائفك. شف الآن طال عمرك الفريق بن طلال ها شاري نص تويتر. وانا افكر ابيع هايبر مناحي واخش انا مع الوليد بن طلال ندمج مشاريعنا سوا انا وياه. الوليد ما غيره؟ اي ما غير حجت جدتي. اي هو هلا هلا وسهلا. هلا 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 وسهلا ابو خميس. يلا حيه يلا حيه يلا حيه يلا حيه. كم 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 هذا الجمال هذه الحلاوه مو ذي الشيون. ما هذا الذي اراه يا ابا مطلق؟ يا رجال اركد اركد الله لا يوفقك. شوي شوي عندك نيه شوي شوي عندك اركد. هالرجال مريض نفسي له يومين رايح جاي يكلم نفسه. يا حسفتا. وشو يا حسفتا؟ ايوه حسفتا هذا يعني ان قلبي يريد ان يبكي باللغه العربيه. اي يا حسفتا. التويتر ضيعه ضيعه. عجبا لهذا الزمن. أشهد بالله انك فيلسوف العرب. تفضل تفضل اشرب لك تونه ولا اشرب لك ميرندا ولا اي شيء. تفضل على الحساب. الحساب واصل 26000 كله في ميرندا. انقلع انقلع لا ارد دعبك في الجدار. انقلع يا عقعقي يا عق والدك يا عاصي جدتك. لا 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 وضع ابوك يا نانسي ما ينسكت عنه. شيء اكيد معك حق. لا ياكل لا يشرب لا ينام لا. انا خايف ابوك عنده مرض التوحد. اسمع عادي ابوي كبير مو في هالسن يصيد التوحد. لا ابوك ممكن يصير معه كل شيء ما في مستحيل. الزهايمر على التوحد على انفصام في الشخصيه. الا عنده انفصام في الشخصيه هو يشوف نفسه شخصيتين، شخصيه اللاعب الكروي الفاشل وشخصيه ابو خميس. لاعب الكروي الفاشل هذه معروفه ومن زمان احنا منتهين منها، لكن مو منه، من اخوي خميس الزلابه. هو السبب، هو اللي علمه وفتح عينه على هذه الشبكه العنكبوتيه. لو مو ولدي كان ذبحته، لكن شو اسوي ولدي؟ شو اسوي الحين؟ يا ريت اظل على غباءه وعلى عمى ولا اعرف شيء. طيب شنو الحل؟ ما عاد في حل، وانا خايفه تبين الصراحه ان ابوك يروح فيها واحنا نخسره. اي نعم ولازم بخسره. بديت خاصه انه بدا يشارك في تويتر والفيسبوك والانستغرام وابوك مواصفاته مطلوبه. اي عز الطلب صنف حلو اشقر ابيض بلوند. شو الصاروخ شو الصاروخ الحلو والجميل. يا عيني يا عيني هذا الحريم هذا الحريم مش زي الحريم اللي عندنا كأنهم جايين من توربورا. يا حلاوة يا حلاوة يا عيني. ألو يلا ارسلي لي صورتك بلا نقاب علشان أشوف الشعر الطويل والوجه الملائكي. إيه وأنا أرسل لك صورتي مع ماجد عبد الله وصالح النعيمة لما كنت أنا في المنتخب. إيه ها إيه أرسل لي. يا الله وين راحت وين راحت الحبيبة يا ست الكل. يا الحبيبة يا حبيبة يا حبيبة وين يا الله كم اسبوع اسبوعين ما كلمتيني. خير خير وش في رش جباضة زعلان وست الحبايب وذا ما فيني شيء ما فيني شيء خميس. اكيد اكيد ما فيني شيء. الا وش اخبار الهولندية؟ لا تذكرني يا قبي. صدق والله لا اسبوعين ما كلمتني. ادق عليها ما ترد ولا اتذكر. ما ادري مسخنه اي فيها شيء ما ادري والله. انت مسخن فاضي لك اقعد ارد عليك كل شويه. لا ما انا فاضي يا اخوي.
وش دخلك انت؟ انا قاعد اتكلم على الهولنديه خويتي. يا اخوي اقول يمكن هي ما هي فاضيه لك ما دام هولنديه. هذه هولنديه شغل بزنس مو اقتصاد، اقتصاد دولي. والله تصدق يا خميس اخر مره كلمتني تقول انها تنقل البنصه ما ادري البوصه واموالها من امريكا بتوديها لهولندا. بنحرس والله كنا بنحرس. هايل هايل متهرس هايل هايل. اي والله كنا بنحرس خلاص. انا هنيك يا فرج اقسم بالله العظيم انت زلابه رسمي 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 رسمي. وثور ثور انظر لي دق. انت الهولنديه؟ الو لا 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 الكروش كروش امي جعل وقف. يا خبيث خميس خميس لا راح بالله خميس يا نذل خميس. احبني الاصدقائي احبني الاصدقائي كلهم اغبياء اغبياء خرفان. هذا الخروف نسوي له دليت ونخش على سعاده وكيل الوزاره لاني ناوي انا اطلع سياره جديده. خروف الوزارة. ألو مساء الخير كيفك؟ أنا اللي معك على الواتساب عرفتني؟ عجبوك الصور؟ شكرا شكرا. ترى أنا اللي كنت هداف كأس آسيا للناشئين تحت سن 35 وأنا أول لاعب سعودي يسجل هدف من الكورنر اللولبي حق الكابتن ماجد. إيه طبعا لاعب محترف كنت يا حبيبتي. أقول لك إيش رايك أنت قابل في برج المملكة ونقعد نسولف ونشرب قهوة شو إيه شوية بس إيه. شكرا شكرا مع السلامة. أقول خميس لا تخلي أي أحد يدخل علي فاهم؟ عندي مكالمة مهمة مع معالي الوزير. بالتوفيق بالتوفيق سعادة الوكيل مع معالي الوزير الله يقويك. يلا مع السلامة. ما عند اللي يتصل بعد. هلا وسهلا هذا اللي مشغول مع الوزير. هلا هلا بالوكيل. لحظة صامت صامت في امور شاب. الو الو هلا هلا وغلا هلا عمري هلا بالغلا كله. هلا حياتي. Six.